يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون ومئة وسبعة وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة وواحد وسبعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من سبعمائة وثمانية وسبعين ألف شخص